نتابع مع تشكيلة المصممة خديجة الحجوجي، المصممة اللي اختارت شخصية أم كلثوم، واخترت أيضا الحفاظ على الأصالة في تصاميمها والألوان كذلك اللي كانت كتلبس أم كلثوم، إضافة إلى بعض أنواع الأثواب بحال ديبور لا دانتيل، إضافة لساتان دوشيس المغلف بلا دانتيل دو كالي ودغا دو سوا ولامي. الخدمة هي يدوية، خدمة المعلم. استعملت كذلك جيبون مغلف بالتول المرصع بالموزونة. إضافة إلى أحجار كريمة بحال الجوهر والزمرد والياقوت في بعض القطع. الأحزمة هي من معدن وستراس مطلية بالذهب. نشاهد مجموعة تصاميم المبدعة خديجة الحجوجي، تصاميم أصيلة راقية جدا بألوان مختلفة، لكن قطع عليها ثوب لاغي بور اللي كانت كترتديه أم كلثوم واللي اخترتها خديجة الحجوجي كملهمة لها في قفطان 2013.